باسم الجمعية الوطنية. تقام هذه الندوة التاريخية من قبل ومن لدن الجمعية الوطنية لكبار معطوبي ثورة التحرير لمناصرة تضامنا ولمناصرة القضية الفلسطينية العادلة. سيسجل التاريخ، سيسجل التاريخ لا محالة المواقف الثابتة والراسخة للأمة الجزائرية، للجزائر قيادة وشعبا، لمناصرتها للقضايا العادلة انطلاقا من القيم والمبادئ التي أرساها أول نوفمبر 54. وأيضا كشفت وعرت القضية الفلسطينية بعض الادعاءات بعضا من المجتمعات الدولية التي طالما رافعت لحقوق الإنسان وقد كشفت الغطاء غزة وفلسطين عن تلك الوجوه التي لم تكن صادقة. وسيؤكد التاريخ مرة أخرى أن الجزائريين صادقين في أقوالهم وفي أعمالهم اتجاه القضية الفلسطينية.